بقى الملف المصريين في الخارج، طبعا بما ان حضرتك موجوده لازم نستغلك حتى الاخر. بس يعني خليني اوصل مع حضرتك كده. النهارده كمان الرئيس عبد الفتاح السيسي يتفقد سفينه احمد فاضل. مصر مهتمه في الفتره الاخيره بتعزيز اسطولها، طبعا يعني الاهتمام بالدعم اللوجستي في الشرق الاوسط، وان يكون عندك سفن متعدده الاغراض، الاهتمام بتعزيز الاسطول المصري. ايه اللي احنا مستفيدينه؟ ايه اللي ممكن تقدمه سفينه احمد فاضل؟ وخلي الناس كده تفهم شويه ليه احنا مهتمين بالاسطول البحري في مصر. النهارده هنشوف معجزه ثانيه، لان السفينه عملاقه ضخمه جدا على اسم احد قاده القوات البحريه. الجميل ان اللي ساهم في انشائها ترسانه قناه السويس. احنا عندنا اذن تصنيع على اعلى مستوى، وبيقدم منتجات يعني لا تقل عن نظيرتها الاجنبيه، بالاستفاده طبعا من الخبرات ومن القطع. لكن النهارده السفينه دي هتشارك ان شاء الله في حقل زهر في البحر المتوسط ان شاء الله. السفينه ليها يعني تستطيع ان هي تحمل قوارب وغواصات صغيره بتنطلق منها، اللي هي يعني فيها تكنولوجيا على احدث مستوى. احنا طبعا عندنا اكتشافات اقتصاديه هامه في البحر المتوسط، وان شاء الله تبقى في البحر الاحمر. اذا عندنا احتياج شديد جدا لتطوير الترسانه، سواء بقى ان هو علشان لخدمه القطاع المدني في الانقاذ من الكوارث والتدخل السريع، لكن ايضا كمان في الاكتشافات الاقتصاديه، اضافه طبعا اللي احنا بنشوفه في الترسانه البحريه العسكريه، والتطوير الهائل اللي عملته القوات المسلحه من خلال القوات البحريه، زي ما شفنا مسترال انور السادات، مسترال جمال عبد الناصر، والفريم والتصنيع اللي بيحصل حاليا في ترسانه اسكندريه البحريه العسكريه. حاجه مذهله ان احنا بنصنع عندنا دلوقتي قطع بحريه من الجويند الفرنسي بايدي مصريه. اذا اللي احنا طول الوقت كنا بنحلم متخيلين ان احنا مش هنوعى احنا ان احنا نشوف تصنيع عسكري مصري، لا. على ارض مصر في هذه اللحظات بيتم التصنيع عسكري على اعلى مستوى بشكل مصرية. اوسع وبشكل اكبر في ايدكس 2018 كمان هنعرض طبعا نعرض منتجاتنا العسكريه والدفاعيه، وكمان المنتجات الصناعيه اللي بيقوم بيها الجيش المصري. يعني زي ما محمد قال في البدايه، فعلا في يد بتحرر وبتحارب، واليد الاخرى بتبني.